السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى في الدرس العشرين أو العشرون من دورة صمم تطبيقك بنفسك بدون برمجة. نعتذر طبعا في البداية عن أن احنا أخرنا الفترة اللي فاتت دي، بس يمكن عشان كنا مشغولين أكتر بأكتر من حاجة، وعشان كمان يمكن نكون ان احنا كنا بنوصل لكم او ان احنا بنحضر لكم اكتر من درس. ان شاء الله في دروس هتبقى متتالية باذن الله، هنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننزل دروس متتالية. شكرا للمتابعين، شكرا للناس الجميلة العذرة، شكرا للناس الجميلة اللي متابعينا، الناس اللي متفاعلين معانا، ويمكن محتاجين اكتر تفاعل. ان شاء الله احنا في الجزء الثاني من الدورة، الجزء الخاص بالتطبيقات العملية. في جزء ثالث ان شاء الله هيبقى خاص ببناء تطبيقات كاملة، هنقدر نتعرف على اكتر من تطبيق، هنجيب اكتر من فكرة، هنبدأ نطرح افكار تانية. ان شاء الله في مفاجأة لحضراتكم. طبعا شركة بسيطة للبرمجيات، ودي شركة كبيرة في العالم العربي بتضم اكتر من مبرمج على مستوى الشرق الاوسط، قررت ان هي هتعمل لكم شهادات في ختام الدورة، تقدروا من خلالها ان انتوا تكون خاصة بالسي في الخاصة بيكم، ان انتوا ابتزيتوا دورة تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد، وقادرين ان انتوا تبشروا سوق العمل وتحطها في السي في الخاص بحضرتك. يعني طبعا ده بشرط اجتياز الدورة بالكامل، وهيبقى في اختبار صغير كده في نهاية الدورة. ان شاء الله هنقدر ان احنا اللي واخد باله اكتر واللي قادر اللي قادر او متواصل في الدروس ان شاء الله هيقدر يعدي الموضوع ده ببساطة. طيب احنا زي ما تعودنا كده في الجزء الاول من الدرس بناخد التعليقات بتاعتنا. طبعا احنا هنبدأ ناخد التعليقات. التعليق الأول بيقول لك: أعانك الله ومقدرين المجهود، صراحة أكثر دورة استمتعت بسهولة وصول المعلومة وسلستها في الاستيعاب، ربي يسعدك في الدارين. اللهم أمين. شكرا جدا، أنا متشكر لحضرتك طبعا والمتابعة، بصراحة من الناس المحترمة جدا، شكرا شكرا لحضرتك. طيب الفوركس تارجت بيقول: السلام عليكم، في البداية شكرا لمجهودك وإن شاء الله في ميزان حسناتك. اللهم أمين، شكرا جزيلا. سؤالي هو هل هذا الكورس سيكون متقدم، بمعنى الدخول في استخدام قواعد بيانات واستيراد بيانات من الاي بي اي والسي اس في وهكذا مثل الكورسات الأجنبية، ما هو مبادئ بسيطة فقط مثل باقي الكورسات العربية، شكرا مرة أخرى. طيب احنا في البداية قلنا ان الكورس الخاص بتاعنا هيبقى مختلف تماما تماما عن أي محتوى عربي، مع احترامي لجميع المحتويات العربية في هذا المجال، لكن احنا هنمشي بمبدأ أحسن كمان من الإنجليش، في ان الموضوع هيبقى عربي، موضوع هيبقى متسلسل من الاسهل للاصعب، يعني احنا كل شوية بناخد حاجة، بالاضافة ان في ارتباطات خاصة بالدروس بتاعتنا، يعني انت هتلاقي الدرس اللي قبله مرتبط بالدرس اللي بعده. انا عشان اوصل للدروس المتقدمة جدا تمام لازم اعدي على المراحل البسيطة ثم المتوسطة. استخدام قواعد البيانات هيتخصص لها اكتر من درس، استيراد البيانات من الاي بي اي ده طبعا نفس القصة، والسي اس في اللي هي الخاصة بقواعد البيانات او الاكسل، او ان انا ازاي اعمل استيراد بيانات بسي اس في اس في، دي طبعا الموضوع يبقى سهل بالنسبة لك ان شاء الله، والموضوع يتاخد واحدة واحدة، بس انا لازم طبعا الموضوع يطلع تدريجي. الاهم المتابعة، الاهم المشاهدة، الاهم ان انا اركز في كل تفصيلة، دي اهم. وشكرا جزيلا على متابعتك، وشكرا جدا برضو على سؤالك. الوردة البيضة بتقول سؤالين مرتبطين، بس احنا ممكن نقول السؤال الاول في الاول. مشكور استاذ، ممكن الدرس القادم تشرح كيفية استخراج السورس كود؟ عندي مشروع بدي اسلمه وبدي اصمم على هذا الموقع وعدل على السورس كود، وشكرا جزيلا على جهودك معنا، ربنا يوفق.
طيب انا حابب ان انا طبعا ان انا اشرح السورس كود، يعني الموضوع هياخد اكتر من وقت، وده معلش انا متاسف، هيبقى درس هيلخبط الدوره، يعني شرح السورس كود ده هيبقى في نهايه الدوره، بس انا عشان طبعا انا تحت امرك وبساعدك، هتلاقي الرابط الخاص بي الصفحه بتاعتي على الفيسبوك خاصه بي بينا، يعني هتلاقيها اللي هي دي، تمام؟ ده رابط الصفحة الفيسبوك، ممكن تبعت لنا، وان شاء الله تبعت لنا المشروع حتى اي بي كي، يعني البرنامج اي بي كي، ونقدر نستخرج لك السورس كود، والموضوع هيبقى بسهولة جدا، او نقدر نعلمك موضوع السورس كود، بس يعني موضوع السورس كود عشان اطلعه هياخد ايه شرح كبير يعني. فطبعا انا ما اقدرش ان انا اطلع، يعذريني ان انا ما اقدرش اطلع مرة واحدة، انا طبعا بلبي كل رغباتكم، بس معلش ما اقدرش اطلع في الشرح لحاجة تقريبا من الحاجات الاخيره اللي احنا هنستخدمها، اللي هي استخراج السورس كود دي في نهايه الامر، يعني عشان تبقي محترفه اكتر يعني. فانت ممكن تبعتي لنا الاي بي كي، الاي بي كي اللي انت صممتي، يعني انت صممي ما يعني براحتك خالص، صممي بالتطبيق ده مشروعك، وابعتي لنا بس الاي بي كي على رابط صفحه الفيسبوك، تمام؟ وان شاء الله هنطلع لك السورس كود الخاص بيه. طيب سؤال تاني بتقول: معلش استحملني الاضافات، عايز ادفع وانا بسوريا، اهلا باهل سوريا الجمال، وما عندي فكره الدفع في طريقه احصل على الاضافات مجانا، واذا ممكن تحمل لنا ملف الاضافه اللي حملتها انت. طيب هو في البدايه رابط الاضافه انا هحطه من اول ما نزلت المشروع يعني، فرابط الاضافه اهو تقدروا ان انتوا تدخلوا عليه، تمام؟ تقدروا ان انتوا تدخلوا عليه اهو، ده رابط الاضافه، تقدروا ان انتوا تعملوا له داونلود، هو بس بيعمل بيحمل يعني، وتقدروا ان انتوا تعملوا له داونلود، وهيتعمل له داونلود ايه فورا. تاني حاجه احنا بنتكلم في طريقه الاضافات، الاضافات طبعا انا هنزلها لكم اهي، يعني انتوا ممكن تعملوا من فري داونلود وخلاص، وايه والموضوع ايه ينتهي. طيب عندنا كمان ايه، عندنا الاضافات معظمها مجاني، يعني سيبك من الموضوع ان هو يعني هيبقى مدفوع، في اضافات مدفوعه، بس هنقدر نجيبها لكم مجاني، ما تقلقوش، حتى المدفوع ان شاء الله هنجيبها لكم مجاني باذن الله، وهنحملها لكم، يعني اي اضافه هتلاقوها على طول في الديسكريبشن يعني. طيب في سؤال اخير: لدي سؤال لو سمحت هندسه، عند اضافه ايقونه مثل هوم الى التطبيق، من المفترض اضافه هذه الايقونه بمقاسات مختلفه لكي تناسب جميع الشاشات، فكيف اقوم بذلك؟ في طبعا يعني هو في الفكره كلها في الشاشات، هي الايقونه نفسها بتاعه التطبيق، في اوقات كتيره بتبقى يعني معظم الشاشات واحد يعني، ما فيش يعني، فهي بيبقى ليها مساحات معينه، فالافضل ان انت تنزلها بصيغه معينه، دي هنشرحها ان شاء الله باذن الله، فهتبقى بصيغه معينه، او بتبقى دوت ايكون، يعني في حاجه بتبقى دوت ايه دوت ايكون، زي ما قلنا كده يعني. هي الفكره كلها ان انت بتقدر تصمم الايقونه وبتبقى بطريقه معينه، وفي بعض المواقع بتساعدك في الامر ده، يعني احنا عندنا ريسايز ايكون، يعني ده من المواقع الجميله اللي تقدر تعمل ابلود فايل مثلا للصوره، وهو بيحط لك الايكون على المقاس اللي انت ايه عايزه، سواء في الايفون او سواء في الاي او اس طبعا، او في الاندرويد يعني. طبعا الموقع ده جميل جدا وبيسهل لك الامر يعني، وان شاء الله في درس متقدم باذن الله هشرح ان انت تقدر تعمل الايكون في اكتر من حاجه يعني. ده بالنسبه للتعليقات النهارده، يا ريت يعني اكون ان انا قدرت ان انا اكون شرحت كل التعليقات. المهم ندخل في درس النهارده، معلش على الإطالة في الجزء الأول، ندخل في الجزء الثاني والخاص بشرح درس النهاردة. هنقدر إن احنا ندخل طبعا على كودلار، وندخل على كريت اب، وطبعا كريت اب يعني ممكن نمسح الحاجات دي، معلش
طبعا هنبدا في مشروع جديد وليكن هنسميه النافيجيشن او درس النهارده مثلا هنسميه نافيجيشن تمام مينيوم تمام نسميه مثلا نوف خلاص نوف ديفول تريفول خلاص هنقدر ان احنا ندخل في النافيجيشن دي تمام ايه بقى اللي هناخده النهارده طبعا احنا عندنا حاجه اسمها بوتوم نافيجيشن يعني ايه بوتوم نافيجيشن هقول لكم انا احنا نيجي مثلا في ده ونقول بوتوم نافيجيشن ونقول صورة كده اهي بصوا كده فاكرين الدرس اللي قبل كده اللي كنا بناخد فيه الصفحات اللي من فوق خدنا فيه الصفحات من فوق طب احنا بيبقى في حاجات بيبقى من تحت كده صفحات برضو بدل ما اعمل اكتر من صفحة للتطبيق بتاعي لا بيبقى في حاجات وبيبقى ليها يعني الاسم الجميل ده وبيبقى اسم الصفحة مثلا وبيبقى فيها الايكون طيب في بعض المواقع بتدينا موضوع الايكونات يعني احنا في موقع عندنا اسمه ايكونز اسمه ماتريال دوت اي او ايكونز يعني بندخل على الايكونز فيه او ريسورس وبنبدأ ناخد الايكونز تمام وايكونات جميلة جدا وبتبقى بفلتر برضو بالبحث تمام الموقع ده جميل هسيبه لكم في الديسكريبشن ان شاء الله برضو هنقدر زي ما انتم شايفين كده فده هنعمله يعني انت في حاجات في اليوتيوب برضو في التطبيق بتاع اليوتيوب بتبقى فيها حاجات زي كده هو مسج فيديو نافيجيشن الحاجات الجميلة دي يعني في حاجات زي كده مثلا بتبقى من تحت الحاجات الجميلة دي يعني فالمهم ان احنا نكون عارفين حاجة ايه زي كده طيب هننفذها ازاي دي بقى عندنا الصفحه دي هنخليها من تحت زي ما انتم شايفين كده تمام هنبحث حاجه هنا اسمها بوتوم نافيجيشن او بوتوم نافيجيشن بوتوم نافيجيشن طب نلاقيها فين لو احنا هنعمل في اللي اوت كده والنافيجيشن اهي تمام هتلاقي حاجه اسمها بوتوم نافيجيشن نسحبها كده بقت من فوق وبقى فيها زرارين بس اسمهم هوم وهوم ده شكل يعني ده مش حقيقي يعني بيبقى ايه بيبقى شكل تمام طبعا هنشوف كده برضو نرجع نشوف الـ بالنسبه لي الحاجه بتاعتنا اللايف بتاعنا هنعمل تيست كده جميل تمام زي ما انتوا شايفين كده شوفوا الصورة عاملة ازاي الصورة زي ما انتوا شايفينها كده بتاخد الشكل العام كده بيبقى فيه شكل كده مش عارف انتوا شايفينه ولا ايه بيبقى من هنا بيبقى هنا بس احنا لسه ما عملناش حاجة خلي بالكوا احنا لسه ما ايه عملناش حاجة طيب هندخل على طبعا احنا هندخل على الخصائص الاول بوتوم نافيجيشن اسمها بوتوم نافيجيشن 1 تمام لان انت ممكن تعمل اكتر من واحده طيب واحده هنا عايز واحده تحت كده يعني طيب ندخل على الخصائص الاول دي باك جراوند كلر طبعا الخلفيه بتاعتها تبقى مثلا باللون الاسود مثلا هتبقى زي كده شايفين باللون الاسود ماشي يعني احنا مثلا كده ونعمل ده لاحظوا كده لاحظوا زي ما انتم شايفين كده هنخليها باللون الابيض عادي لون الخلفيه تمام بعدين عندنا سيلكتد كلر الحاجه اللي هتبقى فيها سيلكت انتوا عايزينها باللون ايه شايفين حتى هنا اللون الازرق اهو عايزينها مثلا باللون البينك الجميل ده هتلاقي بقى باللون البينك تمام طب ان سيلكتد كلر اللي هي دي اللي هي مش هيبقى جاي عليها الاختيار نخليها مثلا باللون ايه الاسود مثلا
تمام اللون الاسود. طيب ده بالنسبه للفيزابل، طبعا هي متشافه ولا لا، هي باينه ايه قدام. طب ندخل على البلوكس بقى اللي يهمنا. طيب احنا عايزين ايه؟ عايزين اول ما الصفحه دي تتحمل، ركزوا، اول ما الصفحه دي تتحمل نبدا نعمل فيزابل. اول ما الصفحه دي تتحمل نعمل فيزابل للكلام ده. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى هنروح عند سكرين، تمام، ونقول هون سكرين سلايس كده، تمام. ندخل على اداتنا الجميله النهارده، هنلاقي في كذا حاجه، يعني هون بوتوم نافيجيشن ايتم سيلكت، كل مثلا بوتوم نافيجيشن، في جيت وسيت زي ما انتم شايفين، وفي كول، يعني في جيت وسيت وفي كول عندنا، وفي هون او الاداء او كليك بتاعنا. يعني احنا هنسمي، هنفصل بين الحاجات. المفروض دلوقتي نكون عارفينها، يعني احنا الدرس ال20 النهارده، ده الكليك بتاعنا، وده الكول ان انا انده عليه، وده الجيت والست اللي انا بديله ايه، بديله قيمه، تمام. كول بوتوم نافيجيشن 1 دوت ايتم دوت دوت اد ايتم، هضيف عنصر جديد، ركزوا. طيب تعال ناخدها كده ونرميها هنا. لازم يتوفر عندي ثلاث حاجات عشان اقدر اضيف عنصر جديد زي هوم كده، تمام. الحاجات دي على فكره يعني مش موجوده اصلا في ال، يعني لو تركزوا كده مفيش حاجه خلاص، فهي بس موجوده عشان يبقى ايه، تقدر تطبق عليها. اي دي بيدي اي دي، بتدي تايتل، وبتدي ايمج. طيب قبل ما ندخل في الحاجه دي، تعالوا نعمل حاجه كويسه. الايمج دي الاي دي، احنا في ثلاث حاجات، اي دي اتفقنا ان هو اي دي وتايتل وايمج. اي دي يعني اي دي يعني بياخد رقم، تمام. تايتل العنوان بتاعه، والايمج الصوره، خلاص تمام. الهوم، خلاص الهوم، شوفوا الهوم دي، ده طبعا هو الاي دي بيبقى مخفي، ما ده 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 ترتيب، يعني 0 1 2 3 4 كده، يعني كل عنصر بياخد. خلي بالكم اللي متابع معانا في اساسيات البرمجه، يعني احنا ده شرحنا هنا في اساسيات البرمجه، خلي بالكم ان اي حاجه بتبدا، يعني ارجع ليها تاني عشان تفهمها لو عايز، اي حاجه بتبدا بزيرو، يعني عندنا في الاندكس اي حاجه بتبدا من زيرو مش من واحد برمجيا يعني. طيب هنا زيرو، هنبدا زيرو واحد اثنين، احنا عايزين نعمل مثلا اربعه، تعالوا نقول ان احنا هنعمل اربعه النهارده، ماشي. يبقى زيرو، عندنا زيرو في الاي دي، زيرو واحد اثنين ثلاثه، خلي بالكم زيرو واحد اثنين ثلاثه، يبقى عندنا اربع عناصر اهو، زيرو واحد اثنين ثلاثه، احنا هنعمل اربع عناصر، تمام. التايتل اللي هو ايه؟ التايتل اللي هو الهوم ده، اللي هو هيبقى موجود اسمه مسمى. طب تعالى ندي مثال كده، احنا هنعمل مثلا اربع صفحات، اربع صفحات هيبقوا هنا، خلاص. تعالى كده نقول الاربع صفحات بتوعنا، تعالوا كده اهو هوم، تعالى اهو اختيارنا، خلاص. هوم مسج فيديو نوتيفيكيشن، خلاص. هوم مسج فيديو نوتيفيكيشن. طيب هنا الاي دي زيرو، ركزوا ركزوا، زيرو واحد اتنين تلاتة، زيرو واحد اتنين تلاتة، اي حاجة بتبدا هنا من الشمال، خلي بالكم مش من اليمين، تمام. زيرو واحد اتنين تلاتة، خلاص تمام. ده الاي دي. طب التايتل فين؟ التايتل اهو، هوم مسج فيديو نوتيفيكيشن، ده التايتل. طيب الايمج فين بقى؟ يعني الايمج فين اللي هي دي؟ الايمج فين؟ اهي الصوره، تعالوا كده اهي الصوره، اللي هي الشكل ده والشكل ده والشكل ده والشكل ده، خلاص. موضوع سهل وبسيط اهو، تمام اهو، ده وده وده وده، خلاص ماشي. طيب
احنا ده بالنسبة للاشكال. طيب احنا تيجي للايكون كده قبل ما نعمل اي حاجة نبدأ نحمل. احنا عايزين هي هنا هوم، نكتب هوم كده، نكتب هوم. اي شكل الهوم ايه؟ نروح عاملين لها SFG كده، او يعني selected home، وننزلها افضل PNG خلاص، او نعملها SVG يعني SVG احسن يعني خلاص عشان تناسب كل حاجة يعني. طيب تيجي ننزل حاجة تاني، يعني احنا هنعمل ننزلها كده في الداونلود. اوكي مفيش مشكلة، هننزل حاجة تانية اللي هي ايه، نبعت فلتر كده نقول تاني حاجة قلنا ايه، قلنا مسج، مسج اي شكل المسج اي، ننزلها اس بي جي برضو اي، نزلت بقت اسمها انسيرت كومنت 24 كذا، تمام دي بقت مسج. ننزل مثلا ايه تاني، فيديو، فيديو ليها اكتر من حاجة هنا اهو، ليها اكتر من حاجة خلي بالكم، فيديو اهو، يعني احنا ممكن ننزلها زي كده اهي مثلا، ليكن حاجة زي كده فيديو اهي، ننزلها SVG مثلا. في عندنا ممكن ننزل مثلا نوتيفيكيشن، نوتيفيكيشن زي كده مثلا، زي كده مثلا خلاص، ننزله كده ايه، ننزله كده تمام. طبعا نضيفت الاربعة، هندخل على قلنا الاسس وهنضيف الاربعة بابلود كذا. طبعا نزلنا الهوم والمسج والنوتيفيكيشن والايه والفيديو. طيب هنعمل ايه بقى، هناخد الاي دي نديلها رقم، احنا قلنا من 0 ل 3 احنا هنعمل 4. طيب تعالوا نديها رقم كده، قلنا نديها رقم من ماس اهي اللي عند الزيرو دي، ندي الزيرو. طب التايتل ايه؟ هنكتب تكست، تمام التايتل احنا قلنا اول حاجه هنبدا بيها الهوم خلاص اهي الهوم، هنكتب هوم بانجلش كده خلاص هوم تمام. هنكتب هوم، نيجي الايمج بقى نعملها ايه، هناخدها ازاي بقى من الاسس، ركزوا معايا بقى هناخدها ازاي، تمام هناخدها ازاي من هنا. لا ينفع اجيبها كده، مش هتلقى ايه ده بقى اللود ده، طب وده حذف، اجيبها ازاي بقى هنا، هجيبها ازاي؟ طب ما هو سهل لما تفكروا طيب معايا كده. طيب طب نيجي نجرب حاجه، نيجي نحطها في تكست. ايه يا عم انت بتخرف ولا ايه؟ لا 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 مش بخرف ولا حاجه، بس تعالى نحطها في تكست كده. هي اسمها ايه؟ معلش يعني في الاسس كده اسمها ايه؟ لو خدتها كده وعملت لها كوبي تمام، ورحت عملت لها كده اداني خطا، ايه ده ما ادانيش خطا ازاي ده؟ تمام طيب ازاي؟ اهو ما ادانيش خطا، انا طبعا في حاجه هنا هعملها يمكن انا ما عملتهاش، هخلي السكرين هنا، اخلي ال يعني اخليها بوتوم عشان تبقى تحت خلاص. طيب هي طبعا ممكن ما تظهرش عشان الصيغه دي، فانا طيب انا هحمل ايكون، يعني انا هحملها ايكون افضل. طيب احنا غيرنا الـ يعني احنا بدلنا السي اف جي اللي هي عشان ما كانتش ظاهره بالبي ان جي، احنا يعني احنا تقريبا بنتعلم مع بعض يعني تمام، المهم ان نوصل للشرح يعني. وعشان نختصر لكم في الوقت برضو يعني بنحاول نقصر الموضوع. طيب هنحمل ازاي بقى
هنحمل ازاي العفوا هنحمل ازاي الايقونه يعني بصيغه بي ان جي. هندوس دي وهندوس طبعا دي، احنا عايزين مثلا الايرور دي اهي. طبعا لو عايزين نحمل السي اف في جي كده، وفي هنحمل بي ان جي كده بالطريقه دي. تمام، هنحملها عادي ونبدا نرفعها زي كده. متحملت اهي، هناخد دي كوبي خلاص ونحطها هنا هوم دوت بي ان جي. تمام، المفروض ان هي تظهر يعني، هي مش ظاهره يعني، باين ان هي مش ظاهره. احنا ممكن نعمل حاجه لذيذه يعني عشان نفوق الابلكيشن كده يعني، هي ظهرت عشان نفوق بس الابلكيشن يعني زي ما انتوا شايفين كده ظهرت اهي. تمام، طيب ندخل بقى على اللي بعده. احنا قلنا اربع حاجات، فهنجيب دي كده. تمام، هنجيب دي كده نعمل لها ديبليكيت. مش هنقعد بقى نروح نجيبها والكلام ده، نعمل لها ديبليكيت كده، ديبليكيت تاني. عايزين نبقى سرعة اكتر. تمام، نعمل لها ديبليكيت تالت. وهنعمل ايه بقى؟ هنجيب كل واحدة كده، احنا قلنا دي فيديو فيديو، وهنجيبها من الاسس كده الفيديو بتاعنا اهي، كوبي وهندوس هنا. تمام، بي ان جي. طيب هنجيب المسج بتاعتنا. في حاجة لازم تغيروها هنا لو تركزوا، في حاجات من الحاجات هنا صفر واحد اتنين تلاتة كده يعني، فهنغير دي بواحد، ركزوا. هنغير دي باتنين ونغير دي بتلاتة. خلاص، هنجيب الفيديو زي ما انتوا شايفين كده، وهنجيب فيديو بي ان جي. المسج هنجيب المسج اهي كوبي، ونجيب المسج كده نوتيفيكيشن نوتيفيكيشن كده. هنجيب الاسس، هنجيب الاسس كده ونقول نوتيفي كده. خلاص، دي اخر حاجه. خلاص، بالدول بي ان جي لازم تجيب بالصيغه، خلي بالك لازم تجيب بالصيغه كده، فاهمني؟ طب ظهر حاجه؟ ايه ده، مش ظهر الا الهوم بس. طيب تعالى كده نفوق انا بدوس واحد دي ان انا بعمل تغيير بس، بدوس اتنين مثلا. طب تعالى كده، تعالى نشوف كده ايه الجمال ده. شايف قوم فيديو، شايف المسج اهي، شايف 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 الجمال، شايف الجمال عامل ازاي. ركزوا، شايف شايف ادي النوتيفيكيشن اهي. طيب نيجي بقى للجزء الاخير ده بالنسبة للحاجة بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها. طبعا احنا قلنا نراعي الاس. ندخل في الجزء الثاني وهي حاجة بسيطة. احنا دلوقتي احنا قلنا هنا ان احنا هنجيب كذا حاجة يعني، قلنا كذا، قلنا مثلا لما نيجي نقول الهوم ونقول الفيديو ونقول المسج ونقول النوتيفيكيشن، قول ان احنا هنعمل كذا حاجة هنا. طبعا احنا لا هنعمل اد سكرين ولا هنعمل اي حاجة، لا هنعمل كل حاجة هنعملها في السكرين دي. طب تعالوا كده نشوف ان هو بيقلب في السكرين، بيقلب في السكرين كل حاجة. طيب يعني هنا هنخلي هوم، هنخلي تاني حاجة مسج، هنخلي تالت حاجة كذا، هنخلي رابع حاجة كذا. طب تعالوا بس ندي كده حاجة بسيطة، هنجيب لي اوت. خلاص، هنجيب لي اوت ونجيب وليكن يعني حاجة زي كده يعني، احنا مش هنكتب فيها حاجات كتير، حاجة زي كده، ونخليها بالعرض كده. خلاص، ونخلي طبعا الكالر بتاعتها ايه،
نخلي الكالر بتاعتها مثلا وليكن نعم عشان تبقى بنفس اللون بتاعها. خلاص طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب ليبل. خلاص هنجيب ليبل ماشي. خلي بس ده في النص كده سنتر وهنا سنتر ويندوز. هنا نقول احنا عايزين نعملها بتكتيك تاني. يعني انا هدخلها لكم حاجة في حاجة عشان تعرفوا ان احنا بنتطور يعني كحاجة في حاجة. يعني احنا وليكن احنا هنسمي الليبل دي تكست. خلي بالكم تكست، هنسميها تكست تمام عشان تظهر لنا في البلوكس التكست يعني. طيب هنلغي دي خالص او نعمل لها ندي بس فونت بولد كده ونديها باك جراوند ازرق او انديجو كده ونخليها مثلا 40 ونخلي التكست بتاعها ابيض حاجه زي كده وطبعا سنتر ونخليها فيزبل زي ما هي بس هنلغي كل ده تمام. طب هي زهرة انا الزهرة هنا خلاص عشان هي مفيش كلام مكتوب. طيب يعني احنا اول ما نفتح التطبيق مش هيبقى لنا الاربعة دول، مفيش حاجة زهرة هنا ايه، بس احنا هنعمل حاجة بقى كويس. هنعمل ايه بقى؟ بص احنا هنقول اول يا عم الحاج ما تضغط ده هوم اكتب لي هوم هنا، واول ما تضغط فيديو اكتب لي فيديو هنا، واول ما تضغط مسج اكتب لي مسج هنا، واول ما تضغط نوتيفيكيشن اكتب لي نوتيفيكيشن هنا. انا مش كاتب حاجة. طيب تعالى كده احنا قلنا الكليك اللي هو انفلايز اللي هو اول ما السكرين يعمل تحميل اعمل الاربعة دول. طيب قلنا بقى ندخل على النوتيفيكيشن كده وناخد الكليك. هو بيقول لك وين ده ايتم سيلكت اللي هي الايتم نفسها دو. خلاص دو اعمل ايه بقى؟ انا اقول لكم اعمل ايه بقى. انا اقول لكم يعني هنقول اول هو عطينا هنا حاجتين اي دي وجيت وسيت اهو اي دي وتايتل. خلاص اي دي وتايتل ممكن ان انا استخدم بالتايتل وممكن ان انا استخدم بالاي دي. خلاص ممكن انا استخدم بالتايتل وممكن استخدم بالاي دي. هنستخدم بالاي دي افضل عشان هو اللي قدامنا تمام. نقول ايه بقى؟ نقول لو الاي دي بتاعنا بيساوي زيرو. بصوا بقى بالعربي اهو، لو الاي دي بتاعنا بيساوي زيرو اللي هو الهوم اكتب لي هوم في التكست. تقدروا تنفذوها؟ موضوع سهل يعني، انت ممكن توقف الفيديو دلوقتي وحاول تنفذها تمام، وانا هجيب لك الاجابه تمام. وقف الفيديو وابدا نفذ كتدريب في دماغك كده وارجع تاني شغل الفيديو. طيب نفذت وعملت هقول لك انا بقى الحل تمام عشان تعرف اذا كان صح ولا غلط. ال 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 هنقول لو الاي دي بيساوي زيرو اكتب في التكست في التكست اللي هو الليبل ده اللي احنا سميناه تكست اكتب ايه؟ اكتب تايتل. التكست اللي انا بقول ده يعني بمعنى صح اعمل اي حاجه، يعني اعمل اي حاجه في المكان ده في المساحه دي. عشان كده انا حطيت الفيرجوال دي في المساحه، غطيت بيها المساحه بتاع المشروع كله بالهايت والفيل هنا عشان تبقى مساحه المشروع، بحيث ان انت تقدر تعمل اي حاجه في مساحه المشروع وتقدر تدخلها في ايه؟ في الجمله المفيده دي. طيب هنقول ايه؟ لو اف، هنجيب اف كده جميل. اول حاجه هنعملها الهوم دي، الاف الخاصه بالهوم. نقول له لو الاي دي بيساوي زيرو يبقى يساوي اهي نجيبها. طيب ما بلاش دي. طيب طالما فيها زيرو ارقام مش تكست، الافضل ان انا اجيب اللي يساوي بتاع الماس
ان زيرو خلاص. طيب نقول ايه لو الاي دي يساوي زيرو؟ يبقى انا محتاج هنا الزيرو اهي، محتاج رقم بسهوله اهي خلاص. طيب لو الاي دي بيساوي زيرو، فين الاي دي؟ فين اجيب الاي دي منين؟ طيب اجيب الاي دي منين؟ مش من هنا، لا ما هو عاطي لي اي دي اهي جيت وست، اول ما بضغط عليه كده بيجيب لي جيت وست. انا عايز ايه؟ عايز الجيت مش الست. خلي بالكوا الجيت يعني هات القيمه، الست اعمل القيمه. تمام، يبقى انا عايز القيمه اللي هي جيت. يبقى هو اف جيت اي دي يساوي زيرو، اعمل بقى اللي انت عايزه. هتروح عند التكست يا باشا وتكتب ايه اهي، هتكتب ايه؟ سيت هنا بقى، يعني اعمل سيت تكست دوت تكست اهي، سيت تكست دوت تكست. تكست ده الليبل خلاص اهي، سيت تكست دوت تكست اللي هي ايه؟ هوم. هنجيب دي كده ديبليكيت كده اللي هي التايتل بتاعتها ونقول هوم. طب لو انا عايز التايتل هنقول جيت تايتل، بس نجيب اللوجيك، نجيب اللي يساوي الافضل دي بتاعت التكس، اما دي بتاعت الماس، دي بتاعت الماس خلاص. هنجيب دي جيت اي دي يساوي زيرو، سيت تكس دوت تكس تو هوم. اكتب يا عم الهوم خلاص. طب تيجي نشوف كده، تيجي نشوف، شايف كتب الهوم، كتب الهوم بس الكلام ده حايش هوم كلمه. طيب زي ما انتم شايفين كده ده الهوم خلاص، ده بيبقى الهوم. طيب احنا يعني ده الهوم اهو ماشي. في حاجه ثانيه عشان نعملها الافضل، تمام، عشان يبقى التطبيق ما فيهوش اي مشاكل، احنا الفيرجوال دي الافضل ان احنا نعمل لها، تمام، نعمل لها كده انفيزبل، انفيزبل بقى تبقى الظاهره يعني. ليه؟ هقول لك ليه. ونيجي هنا نعمل على الفيرجوال هنا ست فيزابل، نجيب لها ست ونختار الفيزابل هنا في الخصائص ونعمل لها زي ما استخدمنا قبل كده الترو، ان هي ترو. طيب فايده الحركه دي ايه بقى؟ ان انا بظهر، خلي بالكم ان انا بظهر، يعني انا اهو انا بظهر، تعالوا كده شوف، يعني المفروض اهي هوم اهي. بص بقى كده لما ادوس فيديو المفروض اختفي، يعني المفروض تختفي، يعني انا يعني المفروض الهوم اهي اول ما ارجع. بصوا يعني هو المفروض في الفيديو اهو، اول ما ارجع في الفيديو مسج اهي، او الفيديو او النوتيفيكيشن، اول ما ارجع للهوم هتظهر الهوم خلاص ماشي الافضل يعني. بس احنا طبعا مش هننفذها خلاص يعني، عشان بس ايه الشرح لازم تكون فاهمها يعني افضل يعني. هنخليها فيزابل زي ما هي عادي، وهنعمل نلغي دي، هنلغي بليتس ماشي. طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل الاربعه يعني اهي اف اف، وهنبدا ننفذ الايه الاربع حاجات بتوعنا اهي. هو مثلا احنا قلنا لما تساوي الواحد هتساوي فيديو ماشي، لما تساوي الاثنين هتساوي مسج، لما تساوي التلاتة هنا لما تساوي التلاتة هنخليها نوتيفيكيشن. تمام خليها كده، تعالوا كده نقول واحد كده هوم فيديو مسج نوتيفيكيشن اهي ماشي اهي. ممكن نحط لها سبيس، يعني احنا ممكن نحط سبيس كده، ننزلها شوية، ننزلها شوية، هنزلها مثلا ايه عشان تبان بس 30، لا 30 قليل،
نزلها مثلا 100، نزلها 100 خلاص. نعمل فيديو اهي، هوم فيديو مسج. بص 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 اهي اتغير. اظن يعني الموضوع سهل وبسيط. اتمنى ان تكونوا استفدوا درس النهارده. معلش طولت عليكم، بس هو درس من الدروس المهمه جدا اللي بتدي شكل في التصميم جميل جدا عن طريق البلوكس وعن طريق الديزاينر. والموضوع سهل في الاكواد بتاعته، يعني الموضوع كله كوبي بيست، ما كتبناش اي حروف برمجيه، ومع ذلك طلعنا شكل جميل زي اللي انتم شايفينه ده. يعني شكل جميل جدا زي اللي انتم شايفينه ده اهو، شايفين شايفين. هتقدر تكتب بقى اللي انت عايزه، انت بتقدر تكتب اللي انت عايزه في الجنب بتاعك ده. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الشرح النهارده. ان شاء الله في لقاء جديد في درس جديد، ومنتظر تعليقاتكم، منتظر مشاركاتكم، منتظر كل حاجه، وبالتوفيق ان شاء الله، ومع تحيات قناه بسيطه جدا.